أهلا بكم. عقب بمناسبة رحيل اللواء خليل نعمة الدوسكي بهدف التعرف على آلية سير معاملات المواطنين في دوائر حكومة إقليم كردستان، زار سركيز أغاجان نائب رئيس حكومة إقليم كردستان وكالة عددا من المديريات والدوائر التابعة للوزارات، وتحدث في هذه الزيارات الميدانية مع المواطنين حول آلية سير معاملاتهم في الدوائر والمؤسسات التابعة لحكومة الإقليم، متحدثا إلى مسؤولي تلك الدوائر ومشيرا إلى ضرورة أن يكون مسؤول الدائرة في مستوى المهام الموكلة إليه، ألا وهي إزداء الخدمة للمواطنين، مؤكدا على استخدام المسؤول حق المنصب الذي يشغله بإخلاص وأمانة لخدمة المواطنين وتنفيذ عهده بصدق وإخلاص في عمله. واستمع نائب رئيس حكومة إقليم كردستان وكالة في هذه الزيارات إلى المواطنين الذين أشادوا بالسعادة إلى سير معاملاتهم وإتمامها بشكل كامل. كما دعا نائب رئيس الحكومة وكالة المسؤولين في تلك الدوائر إلى إبداء الشفافية والابتعاد عن الروتين في عملهم وبذل مزيد من الجهود لخدمة المواطنين، مؤكدا على أن الدوام الذي يؤديه مسؤول الدائرة ليس ملكا له بل هو ملك المواطن، ينبغي عليه أن يقوم بأدائه بكل أمانة. وفي زيارته إلى غرفة التجارة والصناعة إضافة إلى تطرقه إلى الوضع التجاري وآلية تطوير القطاع التجاري، أشار سركيز أغاجان إلى أهمية الحركة التجارية ودفع السوق إلى أمام، معلنا أنه وبناء على توصية نيشرفان بارزاني رئيس حكومة إقليم كردستان سيتم تشييد بناية لائقة لغرفة التجارة والصناعة هولير وسيبدأ العمل بتنفيذها قريباً.